السلام عليكم أحبتي أهالي أطفال التوحد. لقد عدت إليكم اليوم مستكملا ما بدأناه في المقطع السابق عن فرط الحركة. اليوم بإذن الله سنتكلم عن الأسباب الرئيسية لفرط الحركة. 2. تجربتي في القضاء على فرط الحركة مع طفلي. نبدأ أحبتي على بركة الله. أسباب فرط الحركة لدى الطفل التوحد أو لدى أطفال التوحد بشكل عام. حقيقة أحبتي هناك أكثر من سبب لهذه الحركة الزائدة عند أطفال التوحد، سنتطرق إليها بشكل مفصل إن شاء الله. نبدأ أولا بأهم سبب والذي أعتبره السبب الرئيسي لفرط الحركة عند طفل التوحد، ألا وهو الطاقة الكبيرة المخزنة لدى الطفل. حقيقة أحبتي أهالي أطفال التوحد، الطفل يمتلك طاقة كبيرة جدا في جسده، وإلى الآن من الغير معروف، يعني إلى هذه اللحظة الأسباب غير معروفة، من أين يستمد الطفل هذه الطاقة الكبيرة. لو لاحظنا أحبتي أن معظم الأطفال وبالرغم من عمرهم الصغير يقومون بحمل أشياء ثقيلة وغير مناسبة مع أعمارهم، فحمل 5 لترات من الماء بالنسبة للطفل لا يتجاوز العمر أو لا يتجاوز عمره 2.5 سنين أو 3 سنوات، يعني هذا المشهد غير مألوف حقيقة. وبالتالي أحبتي يلجأ طفل التوحد إلى الحركة الكثيرة بكافة أشكالها لكي يقوم بتفريغ الطاقة من جسده. فلو لاحظ بعض الأهالي هدوء أطفالهم بعد فترة من الحركة الكثيفة، طبعا هناك أطفال يملكون طاقة أكبر من الأطفال الآخرين، تمام، يعني هناك أطفال لا تهدأ بوقت طويل، هناك أطفال تهدأ بوقت قصير حسب كل طفل والطاقة التي يمتلكها، فنلاحظ عدم هدوئهم مثل أقرانهم. السبب الثاني لفرط الحركة الإدمان على الشاشات والأجهزة الإلكترونية مثل الآيباد والموبايل وربما اللابتوب والأجهزة الإلكترونية الأخرى، حتى جهاز الكمبيوتر مثلا في المنزل، حيث يشاهد الطفل المقاطع ذات الحركة الكثيرة وبشكل متكرر والتي تكون مبنية غالبا على الخيال، حيث نلاحظ أن معظم الأطفال لا يستطيعون مشاهدة أو إكمال أي مشهد إلى نهايته، فبعد مرور مثلا حوالي 30 ثانية نلاحظ أن طفل التوحد يعني يقوم بإرجاع المقطع إلى نقطة البداية، وربما 10 ثواني وربما أقل وربما أكثر بقليل، يعني لا يستطيع طفل التوحد إكمال المقطع. طبعا معظم أطفال التوحد أتكلم على الأغلبية بشكل يعني إلى نهاية المقطع، وحقيقة أتكلم عن تجربتي مع طفلي، فهم لا يستطيعون إكمال أي مقطع إلى نهايته. فللأجهزة الإلكترونية علاقة مباشرة أحبتي بفرط الحركة. السبب الثالث أحبتي حقيقة قد تعود أو يعود فرط الحركة لدى أطفال التوحد إلى أسباب مجهولة وغير معروفة، وصراحة هذا يتطلب إلى مشافي حديثي وأطباء مختصين، والمشافي يجب أن تمتلك يعني تقنيات عالية الدقة. طبعا وأنا حقيقة باعتقادي أن هذا الاحتمال وأن هذا السبب يعني احتماليته تكون ضعيفة جدا. فألخص لكم يعني السببين الرئيسيين الأساسيين اللذين يعني يسببان فرط الحركة لدى طفل التوحد، هما الإدمان على مشاهدة الشاشات وعلى الطاقة الزائدة التي يملكها طفل التوحد. وسنتكلم أحبتي عن العلاج بالتفصيل إن شاء الله. الآن أحبتي نتكلم عن علاج فرط الحركة. أولا يجب علينا كأهل مسؤولين
عن أطفالنا الابتعاد، كل الابتعاد عن الأدوية الكيميائية التي تضر بخلايا الدماغ ومراكز الحركة لدى الطفل. أيها الأب، أيتها الأم، إن كان طفلكم كثير الحركة تمام ووصف له الطبيب دواء، فلا تفرح ولا تفرحي إن أصبحت حركة هذا الطفل قليلة بعد أخذه للدواء، لأن هذا الدواء ليس بعلاج، وإنما هو عبارة عن مواد كيميائية مثبطة لخلايا الدماغ المسؤولة عن الحركة. فنلاحظ أن أطفالنا أصبحوا أقل حركة وأصوبوا بخمول، وحركتهم أصبحت قليلة حتى في الأمور الضرورية. فيجب علينا الانتباه، كل الانتباه إلى هذا الأمر. وهناك ملاحظة أيضا، أن هذه الأدوية الكيميائية والمواد الكيميائية التي تسمى بعلاج فرط الحركة تؤدي بمن يعني يستهلكها من الأطفال على الإدمان عليها. فبعد أن يستخدمها الطفل لفترة طويلة ليس من السهل عليه أن يتركها بسهولة، وستترك عليه آثار سلبية في المستقبل. فبدل أن نقوم بمساعدة الطفل قمنا بتأخير تقدمه وتحسنه. هدانا الله وإياكم. فسوف أطرح عليكم علاج لفرط الحركة بإذن الله تعالى، بعيدا كل البعد عن الأدوية الكيميائية والمثبطات التي تضر خلايا الدماغ ومراكز الحركة لدى الطفل. فمن خلال تجربتي مع طفلي، وبعد التدقيق والتمعن والتركيز في حالة الطفل، وجدت أنا وأمه من خلال تحركاته داخل المنزل ونشاطه في المنزل وحتى خارجه أن الطفل يمتلك طاقة كبيرة في جسمه وعزم قوي. فمثلا كان يحمل كما قلت لكم 5 لترات من الماء، يعني في سن مبكرة جدا لا تتجاوز 2.5 سنين، وحقيقة أنا ذهلت من هذا الأمر كثيرا. فقررنا أنا وأمه يعني يجب علينا تفريغ الطاقة الكامنة داخل جسم هذا الطفل. فجلسنا نفكر ما هي الطريقة الأنسب لتفريغ هذه الطاقة، وما هو الحل الأنسب لكي نستطيع تخليص الطفل من هذه الطاقة التي يمتلكها داخل جسمه. طبعا الحل الأنسب صحيا وجسديا ونفسيا بالنسبة إلى الطفل. حقيقة بعد التفكير والتدقيق والتمعن توصلنا إلى نقطتين أساسيتين سأقوم بتوضيحهما لكم. النقطة الأولى أحبتي، حقيقة كنت قد تحدثت عنها في فيديو سابق، لكن الآن سأتحدث عنها بتفاصيل أكثر إن شاء الله لأهميتها الكبيرة في حياة طفل التوحد، ألا وهي النزهة. النزهة وخروج الطفل من المنزل بشكل شبه يومي وبشكل مستمر، مرة معي ومرة مع أمي. وحقيقة كنا نستغل كل شيء لاستفادة الطفل الكبيرة والاستفادة من الحد الأقصى من هذا الخروج من المنزل، وكنا نستغل كل الطرق تمام لكي يستفيد من النزهة. فالطفل كنا نجعله تارة يمشي وتارة يركض وتارة كنت أحمله. طبعا كل هذا كنا غير مبالين من كلام الناس وحتى نظراتهم. فصراحة في بداية الأمر كنا نركض أكثر من المشي. قلت لكم أنا أحبتي الهدف من النزهة هي تفريغ يعني ما يمتلكه الطفل من طاقة، فكنا نركض أكثر من المشي لكي يستطيع إفراغ هذه الطاقة. وفعلا أحبتي بعد فترة من الزمن بدأت النتائج الإيجابية بالظهور. فعليكم أحبتي بالنزهة، وعليكم بإخراج الطفل من المنزل، فإنه السبيل الوحيد والأكثر إيجابية بالنسبة لتحسن الطفل. يعني كونوا على ثقة
تمام، على ثقة تامة بإذن الله تعالى. النزهة لها دور كبير جدا في تحسن طفل التوحد، سواء من ناحية يعني تحسن تواصله البصري، تحسن إدراكه، تحسن حتى النزهة تساعده على الكلام. يعني حقيقة النزهة ساعدت الطفل، طبعا إن نحن قمنا باستغلال النزهة بالشكل الصحيح. وكما قلت لكم، قد تحدثت لكم في فيديو سابق كيف يجب علينا استخدام النزهة لاستفادة ولكي يستفيد طفلنا من يعني التفاصيل الكاملة من الخروج من المنزل. النقطة الثانية أحبتي، ألا وهي ممارسة الرياضة. حقيقة للرياضة فوائد كثيرة جدا بالنسبة للصغار أو حتى الكبار، فكنت أخرجه معي للركض بشكل يومي. كنا نركض هرولة، فكنت أركض أمامه بشكل عكسي حيث أستطيع التواصل معه، وكان يفرح بذلك كثيرا لأنه كان يعتبرني حقيقة ألعب معه، فهو بحاجة ماسة إلى مثل هذه الحركات أو التصرفات. يعني يعتبر، إذا اعتبر طفل التوحد أن أبيه أو أمه أو أخوته يلعبون معه، فهذا تدخل يعني جيد جدا 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 بالنسبة للطفل، يعني وهو حقيقة بحاجة إلى هذا التدخل. فمن هنا أوجه رسالة للأب والأم وكافة الأخوة، عليهم أن يتكاتفوا وأن يتضامنوا وأن يتعارضوا وأن يتساعدوا بكل الأساليب وكل الطرق المتاحة لديهم لإخراج طفلهم من هذا يعني من هذه القوقعة التي يعيشها الطفل من عالمه الخاص. يعني حقيقة أيضا كنا نقوم بممارسة يعني بعض التمارين الرياضية داخل المنزل، أنا وأمه كنا نقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية له، يعني كنا نلعب معه لعب، لكن حقيقة اللعب هو عبارة عن تمارين رياضية مثل رفع اليدين للأعلى، رفع إنزال يدين للأسفل، يعني كافة التمارين، تمرين المادي مثلا كنا نلعب معه، كنا يعني نقوم بتحريك الطفل ونجعله يقوم بتقليدنا، نضع مثلا يدنا على خصرنا وكنا نميل إلى اليمين أو إلى اليسار، وتمارين رياضية كنا يعني كثيرة جدا جدا كنا نقوم بممارستها مع الطفل ونجعله يقوم بتقليدنا حتى ولو إن منع. كنت أنا أنفذ أمامه وأمه تجعله يقوم بتكرار هذه التمارين، يعني تقوم بيديها بجعل الطفل يقوم بالتقليد. تمام، حقيقة بعد فترة من الزمن يعني اعتاد على هذا الأمر وأصبح لديه التقليد يعني كتير كتير كويس. أقول لكم بكل صراحة أحبتي أهالي أطفال التوحد، إن قمتم بتنفيذ هذين الشيئين أو هذين النقطتين لأطفالكم، يعني الخروج من المنزل أو النزهة وممارسة الرياضة بشكل مستمر ولو لمدة شهر، تمام، لمدة 30 يوم، والله تحققت نتائج إيجابية رائعة جدا جدا لم أكن أتوقعها بهذه السهولة. ومن هذه النتائج التي حصلنا عليها وكانت إيجابية، أصبح الطفل قليل الحركة، يعني حركة الطفل قلت بنسبة كبيرة جدا جدا. هاي أول نتيجة. النتيجة الثانية، أصبح الطفل يجلس فترات طويلة جدا على الكرسي، وهذا الشيء يعني أعطانا الإمكانية لكي نقوم بتعليمه بشكل أفضل. حقيقة يعني كنا بالبداية في بداية الأمر عندما نقوم بجلسه على الكرسي لكي نقوم بتعليمه لا نستطيع، دائما يتحرك، دائما يريد يعني الذهاب، دائما يريد يعني لا يريد أن يجلس على الكرسي. النقطة الثالثة أحبتي، زيادة التركيز. عندما قلت حركة الطفل يعني زادت نسبة التركيز لديه، أصبح تركيزه أفضل بالنسبة لأمور التعليم.
النقطة الرابعة أحبتي، أصبح نومهم ممتاز وبشكل يعني جيد جدا ولله الحمد. حقيقة كنا نعاني معاناة كبيرة من مشكلة النوم لدى الطفل، يعني تصوروا كان ينام ساعة ساعتين وبيسهر كل الليل، يعني أصبح نومه لله الحمد بشكل ممتاز جدا جدا. طبعا هناك نتائج كثيرة تحققت لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها. وأخيرا أحبتي في الله، أتمنى من الله أن أكون قد وفقت في إيصال بعض المعلومات التي تساعدكم للعمل مع أطفالكم لكي تسيروا بهم قدما بإذن الله نحو الأفضل. أحبتي لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته ليصل إلى الجميع لتعم الفائدة لدى الجميع بإذن الله، ودمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.